اليوم معنا مجموعة ناس فاضية وراضية. هذا الفيديو اسمه فاضية وراضية. فكر شو بدي اسميه؟ انه ناس فاضية، يعني عاملة اشياء لدرجة فضاوة، فاضية وراضية. عايشة فاضية وراضية. اول شخص فاضي وراضي. ايس كريم هاي التفاحة فيها اربع شوك. كيك عبي عم ليك تفاحة المحل كله. ليك كل المطعم فاضي وراضي. هو الاسم المطعم فاضي وراضي، اللي فاضي وراضي بفوت لهون بيلعب وبيتسلى يعني بلا ما نحلل ابعد من الحلقة. بدي كيكي ما في يي علي انا عم بيقلدوا صورة شافوا حيوان اخذوا له صورة وقلدوا صورة السلاحف. شايف الحجر اللي على ظهرهم؟ ايه فايبرين. هاي عم تطلع يعني هو فاضي وراضي وهي شوي على نياتها شوي ايه شوي على لك بس انا بس ولا انت واو كيك عم ينفخوا ليك العالم على البحر كيك عم ين اوه ماي جاد يا بس هو شو شاطر هو شو هو شو لا كثير شو خلص برو رح تستفل هديك ما عم بيوقف بسرعة بيسرعوا واو صادوا مين واو حلو كيك يا عارفة هي شو؟ ايه شو؟ رولو تواليت رولو تواليت بالحمام هيدا قديه كان فاضي بس ما كان راضي يعني هيدا قاعد بالحمام فاضي بس قاعد له شي 3-4 ساعات فشكله ما كان راضي يعني تلحق يعمل هيدا الشغل يعني هيدا قاعد يا حرامة بهالتواليت شي ساعتين ونص 3 ساعات إلا ربع عامل ديزاين وعامل رسمة تو ماتش ديتيل ولما خلص ما لقى رولو تواليت اصلا كان اوريدي خلص يعني وما له قلب يستعمل هذا تخيلي اخذت معه 3 ساعات الا ربع او ماي جاد شو هي كيكي واو عملها جدوله ايه بنت كيكي مجدلها شعراتها قصص لغره شو اكل الايس كريم بطريقه يعمل وجبه خويف شو ثقيل كيكي اكل من الطوارف بس وشكشك من قدامه ايه بس انه هيدا ارتيست هيدا مبدع ارتيست ولا هيدا عنده مشاكل نفسيه بحياته لا هيدا فنان كيكي فنان عنده مشاكل نفسيه انا اوريدي هيدي بكرهها اوريدي هيدي بكرهها اصلا انا بس لك هو الامبريشن تبع وجهه قد ايه فاضي وراضي قد ايه عم بمشي بساينته شو يه اوه ما بس هي بدها كثير باور 100% بدهم يكسروا شيء أوه. بس برافو عدد قبضيات مش هينة كلهم فاضيين وراضيين يعني اللي عم بيصورون وهن واللي عم يتفرجوا اللي عم يتفرجوا لا بس هيدي هاي شغلة يعني عم بيرجع لورا بشكل مش طبيعي منحن ما بتكسر ظاهره لك هيدا البيت هيدا كيوت مش فاضي وراضي لا هيدا بيعقد هيدا البيت تبعته عم بيلعب ابنه كأنه في ار فيرتشوال رياليتي اوه ماي جاد ما ألزوا هالبيت واو ما ألزوا هالبي سو نايس واو هيدي فاضي وراضي ولا هيدي عندها مشاكل بإيديها كيكي جربت أشوي صعبة كتير ها هيدا ليه شوف شو عاملة فيه ميني شو سحبته مين قال لك سحبته؟ مين كيف ممكن يكون وصل هالحالة من الانهبال ومن الفضاوة لو سحبته مش تركته وصل لمرحلة من الملل بحياته ومن الزهق ومن ال بدنا نعرف ليش سحبته تركته مش لأنه هو هيك أصلا فتركته سحبته؟ ما هو لعب هاللعبة قدامه مرة فتركته لعب هاللعبة قدامه مرة أوكي يجوز يا عم تتعبوا يي يا كيف إلا جليدة كانت تعملهم كلهم؟ كيف إلا جليدة؟ كيف قعدت لش 4 ساعات بالحمام؟ متش جسمها؟ نقع حالها كانت شو بدها تعمل؟ نقع حالها بأربع ساعات؟ أوكي كان عم مليانين مي أناني مليانين عم على الصوت عم يلعب على كان واضح واضح إنه بدك تاكل واحدة بالآخر حاطط فلتر إيه لكن الناس كيف مكشرة لكن كيف ضحكهم كلهم يا شو حلو واو يي يي اه يي حلو
على الفلتر. بس انت انتبهتي على العالم كيف كلهم طالعين اصلا مكشرين؟ يأس وورد وايد ويأس عالمي ما عم يحضروا الرياكتس تبعنا. لازم يحضروا الرياكتس تبعنا وانا المشتركين بالقناه عندنا ولا مفعلين الجرس. جايز ما نكون عايزين سمايل فلتر. اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس. شوفوا كيف دغري بتضلكم هيك. شوفوا كل ما يوصلكم اشعار من كيكي دغري بتعرفوا انه رح نضحك. ما بتسوفي كيكي بهيدي شو مهضومة بهالعمى ستو قديش اكون كاتي ما في ما في ظهرة ما في اخذها وين مكان كاتي ما في اخذها وين مكان شو عم يعمل فيها برانك رش على كل ما حدا يفتح بيرش عليهم كيكي 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 ما بيعرفهم للعالم سوبر ماركت برانك اخر واحدة توفت اخر واحد اوه كيكي بينقز ما بتنقز يا كيكي كمان تخيلي واحد مثلا بالسوبر ماركت بتفش دغري على وجهه شي بينقز شو هيدا بيبي هيدا اخترع الي موسيقي وسترو كنت صدقت انه هيدا من اكيد حاطط ميوزك باك جراوند لا كيكي فعلا لانه هيدا هوا بالنهايه شو الاله الموسيقيه النفخ هي عباره عن هواء عم بيفوت من باشياء معينه وينعمل فيه صوت فعلا هيك هلا هاي اللي موسيقي سمع صوتها بس هي ايه هيك ايه طبعا كيكي ما بتحط بدمتك بدي اجيب لك بالون كفوف وتقعد تجربي خلص هلا رايح صدقتك خلص ما بتحب تنفخ لا 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 نكمل هلا عم يعمل بيتمه بالتانك يعني الشغل يا حرام هيدا 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 فاضي بالشغل يا كيف عملوها ركزي كل واحد عنده جوب بيعمله كتير واضح بس شو لذيذه هو منهم فاضيين وراضيين هو راضيين بس عم يتسلوا راضيين ايه ما ايه ايه لانه بدهم شغل هيدي مش فاضيين ابدا تعبوا فاضيين هيدا بس هن راضيين يعني هن كتير يعني مبسوطين ايه برافو عليهم اه لا هيدا اللي عملها هيدا بوشي هيدا فاضي هيدا مش راضي هيدا فاضي مش راضي لا مش هيدا شيء مش طبيعي لا كيكي منه في عصا يعني قديش غلب يتأني يعني ماسك ملقط وقاعد عم يشيل حق بذره ولا بذره ولا بذره واو هيدي الحرب رح تنهي كل الحروب يوه كيكي هي بتسكر وبيبقى طب ما هي شباكة هي قاعدة هون يا كيكي وجديه كثير هي يعني. كثير جديه ومبين عليه انه شكله سجل ما عرفنا كيف خلصت الحرب لحظه مين اللي ربح هي اكيد مين واضح انه هي واضح هي ما قادر يضحك لما توقع كيكي كيكي مش معقول واو شو هالراس اللي عليها حلوه رسمه هيدي هي بنت رسمتها مانيولي قلت انه بنت جروب واتساب انه هن مجربوا يخبوا لها اسمها بس اسمها ماري مبين هن عاملينه اوكي بلد. ماري سيس اول شيء نحن عرفنا قلت مين فروم فروم اوكي الجروب اسمه ميك فريندز مع هيدي انه بليز انه اي هوب انا عم صلي انه نكون اصدقاء فيه 124 واحد ماري انت موهوبه ايه؟ بس ما بفتكر رح يقبلوا صداق لا لانه في 123 واحد لفت ذا جروب ورا بعضهم هلا لفت 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 بس كيكي واو كتب لها واحد منهم تحس انه ما عندك شيء تعمل انه كيكي هيدي بتعرف تاخذ شغل ايموجي سبيس ايموجي بعدين بتنزل لتحت داش 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 ترين داش داش بعدين هيدي السلاش شو بالها طبيعيه مش طبيعيه منيح ما في عجقه سيارات طيب يا جماعه يلا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا لكن بهذا الفيديو معنا ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لايك على الفيديو باي